أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قسم السنة الثانية متوسط. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. بسم الله الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. اللهم عنا طاعتك، اللهم عنا طاعتك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك استغفر الله استغفر الله استغفر الله. سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم وبحمده سبحان رب العظيم وبحمده ورضا نفسه وزينة عرشه وإذن كلماته. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم أجمل منك يا رسول الله لم ترى قط عيني وأكمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنما قد خلقت كما تشاء. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله يا محمد يا ابن عبد الله. قسم السنة الثانية متوسط. قسم السنة الثانية متوسط. كاين طلبة بزاف كانوا غايبين وكان يحتجوا برمضان وكان يقول لك استاذ اني كنت مريض اني كنت منا اني استاذ اني غربت اني منا. معليش حنا درك حنا دخلنا الولاد التروسيام تريمستر فصل ثالث وحنا مقبلين على الفرض ان شاء الله. كنت تقول لي استاذ وش هو الحوايج البصمه تاعك يا استاذ وش النصائح تاعك تنصحني وش هو الحوايج اللي راح يجونا في الفرض. حنا اول حاجه راح نولهوا عليها في الفرض ونرشدوا عليها الطلبه اكب اول حاجه كاين بزاف اساتذه يعاودوا يرجعونا للثلاثي الثاني. واش هو الثلاثي الثاني؟ يعاودوا يرجعونا لسلسله العمليات. الثلاثي الاول وشويه الثاني. يرد لك سلسله العمليات، نعم يقول لك احسب المشاريع الجبريه التاليه. يعاود يرد لك لا. كاين اللي يعاود يرد لك الحل المعادلات، البحث عن مجهول اكس، بس كيخدمنا التناسبيه. وكاين اكبر نقطه دقيقه جدا يسحقوها في الفصل الثالث في الفرض الاول وعندنا فرض في الفصل الثالث هي التناسبيه. باش نديرو بتيت ريفيزيون صغيرة برك، واش يجينا في التناسبية؟ مثلا يجينا جدول بالطريقة كيما هذي، جدول يعطينا مثلا، نقولو مثلا فيه ثلاث أعمدة، زوج أسطر وثلاث أعمدة، يكتبلك هنا مثلا إكس، يكتبلك مثلا هنا إيكراك، يكتبلك مثلا هنا مثال برك، نديرو مثال، يكتبلك 60، كما درنا في الفرض اللي فات، نعم 60، مثلا تحت هنا 30، هنا مثلا 100، هنا مثلا نديرو 90، نديرو مثلا 10، مثال برك ولا تيتا ديكزون. هنا السؤال ما يصحش يجي يقول لك هل الجدول يمثل جدول تناسبية؟ ما يجيك سؤالك، وقتاش يطرح السؤال هل هذا الجدول يمثل جدول تناسبية؟ متى؟ كيعطيك الخانة تكون معمرين، يطرح السؤال هذا. برك نشوفوا السؤال هذا كيفاش يجي. كيقول لي هذا الجدول يمثل جدول تناسبيه واش معناه؟ معناه كي نقسم هذا على هذا لازم نلقاه يساوي هذا على هذا، لازم نلقاه يساوي هذا على هذا، والمقدار هذاك يسمى بمعادل تناسبي. إذا كان قسمت هذا على هذا ولقيته يساوي هذا على هذا ويساوي هذا على هذا فهذا الجدول يمثل جدول تناسبي. لكن كي يجيني سؤال كيما هذا واش يجيني السؤال؟ مطلوب هنا راح يقول لي احسب أو أوجد مطلوب، شوف واش يجيك فرضا مطلوبا احسب إكس وإي. مطلوب يقول لك احسب شي هو اكس فاصلة إيكراك، احسب اكس وإيكراك. تمام هنا الولاد
هناك طريقتين تبقوا معايا بالاهل الحل. هناك طريقتين باش نحوسوا على اكس و ايغال. كان الطريقه الاولى انه نخدموا بالرابع المتناسب وهي ابسط طريقه. الرابع المتناسب كي نقول لك رابع متناسب نقصد بها قاعده اكس، اضرب هذا بهذا لازم يساوي هذا بهذا، قاعده اكس شوفوا بها ولا اسمه الرابع المتناسب. وكان الطريقه الثانيه تجبد معادله التناسبيه من الخانه الممنوعه او العمود المملوء. هنا شوف هل العمود هذا مملوء؟ لا، فيه مجهول اكس. هل هذا العمود مملوء؟ لا، فيه مجهول ايكغيك. هذا مملوء، واش ندير؟ نلقى معامل التناسبية. كيف نلقاو معامل التناسبية؟ نقسم التحتاني على الفوقاني، نقسم 30 على 60، هذا هو معامل التناسبية. مش كما قال التلميذ نقسم 60 على 30، علاه؟ لأن الولاد حنا كيكونوا نشرحوا. انتبهوا مليح، انتبهوا مليح وهزوا كلمات، وهذه المعلومات المدوم هذه تسمى المفروض يسحقوهم حتى بعض الأساتذة. الأستاذ كيعود يشرح القسم، على الأستاذ عنده مهمة لازم يديرها، والطالب له مهمة لازم يديرها. نبقاو بالطالب صح، الطالب كيعود الأستاذ يشرح، يعود الأستاذ يشرح، لابد أن يركز في كل كلمة تخرج من فم الأستاذ. ركز، واش قاعد يهضر الأستاذ؟ نفهم، هذا هو التمليح يجيني الفرض. وشنو السؤال اللي يجيني الأحسن؟ إكس ويكغيك. الأستاذ قال هناك طريقتين، نسمع وشنو الطريقة الأولى وشنو هي الطريقة الثانية. قادر يقول لك أوجد إكس ويكغيك بطريقتين. كما الفرد اللي جا الهواري، الهواري بومدي جا وقال احسب اكس ويكغيك وفرض عليه انه يطبق طريقتين. وقدر واحد يقول لك انا نشفع في الطريقه خلاص نخدم بها، وكيقول لك بطريقتين راك مرغم انك تطبق الطريقتين. دونك الطالب لازم يكون واعي، لازم نسمع الاستاذ، لازم يكون مركز. ما معنى كلمه مركز؟ نسمع الكلمه هذه بزاف، كلمه ركز معايا، كلمه ركز يعني مش استاذ يشرح وانا قاعد نخدم في حاجه اخرى. الشيخ يهضر وانا عيني راني نشوف لتحت في الكلاج وراني نخم في حاجه اخرى، ولا عيني مال الاستاذ وانا اللي قاعد نخم في حاجه اخرى. هذا واش معنى كلمه تركز؟ كما ركز، ركز في كل كلمه يهضرها، في كل اشاره، في كل حركه الاستاذ قاعد يديرها، لكن ركز مع الاستاذ. مش نقعد تبرد بعد زميلتها ولا تفضي بعد زميل باش يحكي، باش ينتهز الفرصه، يستنى وقت الاستاذ يغفل ولا حاجه واش يدير؟ ويبدا يشوف. هذا الخطا، هذا الخطا تاع الطلبه اللي قاعد يديروا فيه ضرب. هذا الخطا سبحان الله. لازم نركز بكل كلمه، بكل ما تحمله هذه الكلمه من معاني، تركيز دقيق جدا. اما المهمه تاع الاستاذ كاستاذ، انا كاستاذ لازم نشرح، مش المهم ندي المهمه تاعي فقط، ميسيون تاعي في الدرس اني نلقي الدرس والسلام عليكم، لا. لازم نتابع على الطلبه تاعي، شكون يركز معايا، شكون مش نشوف فيه مش مركز، شكون يساهم. الاستاذ الدقيق كيعود يطرح يمد الدرس تاعو راهو يخدم بعينه، يخدم بعينه على بالو شكون يتبع معاه شكون مش يتبع معاه. لقيت واحد ما يتبعش معايا واش ندير؟ هكاك بعد تفضل انت عاود واش تنقول. هذا هو الاستاذ الدقيق جدا اللي يمد في الرساله تاعو دقيقه جدا. الانسان اللي يخاف رب العالمين، الاستاذ اللي يخاف الله، اللي يحب يقدم الميسيون تاعو بطريقه دقيقه جدا، لازم يكون خاف ربي في الرساله تاعو، لانه مهنه التعليم هذه ماهيش مهنه سهله. راك انت تموت ويدفنوك وكميت عندك الاخر، على بالك شنو صرا؟ كل عمل اللي يخدموا به التلميذ تاعك وينشر به العلم تاعك راهو ينتشر، يبقى دائما يخدم، يبقى دائما يخدم لك. افضل مهنه هي مهنه التعليم، بصح لازم يكون الاستاذ لازم يتقنها، لازم يخاف ربي سبحانه وتعالى. هذا هو الاساس، هذا هو الاساس في التعليم. صلي معنا نرجعوا له. قلنا هناك طريقتين للبحث عن اكس وكذا، واش غنديروا الساعه؟ نرجع ستوب، راح ندير عنوان البحث عن اكس، البحث عن نقطتين اكس، كيف نلقى اكس؟ كيف نلقى؟ بون هنا راح نديروا الطريقه الاولى، تبع الطريقه الاولى واش تقول؟ الطريقه الاولى تبع ماشي راني مركز معك يا استاذ، روح روح يا استاذ راني مركز معك، ركز. الطريقه الاولى راح نلعب على اكس هذا وهذا 10، هذه الغرفه هذه، واش الغرفه تلعب؟ تلعب مع الغرفه المملوءه. شكون الغرفه المملوءه هذه؟ ها هي هذه، دورك راح نلعب هنا المجموعه هذه، المجموعه هذه مع المجموعه هذه، لاحظ لي واش ندير يا استاذ؟ راح ندير قاعده اكس جدات المتصل، هذا في هذا يساوي هذا في هذا، هذا هو الرابع المتناسب اسمه. شو معي مليح واش راح ندير؟ اسمعوني مليح، اسمعوني مليح، اللي كان مكتوبه اكس صح وتحتها وش هي؟ شد هذا يعتبر خط كسر،
راح نكتب اكس على 10 سمعني مليح تساوي 60 متر. تبع معايا الطريقه هذه بسيطه خلاص وتجيك سهله اخت سهله. هذا على هذا يساوي هذا على هذا هي هيك جات بعد الربع المتناسب ومنه ومش شرط الواد مش شرط انك هذه تكتبها اني قاعد نفهم فيك برك كيفاش الربع المتناسب. شو واش قالوا العلماء مباشره واش قراونا طريقه الربع المتناسب ديريكتوم راح تقول لي اكس تساوي هذا في هذا قسمها القيمه اللي تقرب المجهول. هي كذا جات جات بوش بالربع المتناسب جذع الطرفين يساوي جذع الوسط اكس في 30 30 اكس تساوي 10 في 60 ومن وش يساوي اكس؟ حنا ندوالكم بطريقه بسيطه وش يساوي اكس شو يساوي؟ هو جذع العددين المعلومين يعني 60 في 10 اسمعني مليح في 10 على القيمه اللي تقرب المجهول على 30 هي كذا قراوكم هكا ولا صحيح كذا جات جات هذا على هذا يساوي هذا على هذا ضد الربع المتناسب هذا في هذا جذع الطرفين يساوي جذع الطرفين وستين شنو واش تساوي قيمه اكس بعض الاساتذه القسم يمد لك ديريكتوم النتيجه يقول لك اكس هاو شو يساوي جذع العددين المتقابلين قسم العدد التي تقابل المجهول شو القيمه اللي تقابل المجهول هي 30 قالوا قالوا يعني قطرين قابلوا هكا كروازون تمام اكس تساوي كذا كان بغيت تكون ذكي اكتز الصفر هذا مع الصفر هذا 60 في 1 60 60 قسمة 30 هي 20 دونك تساوي قيمة اكس هي 20 ونحطوها في اطار مبروك عليك هاي خرجت قيمة اكس هذه الطريقة الأولى جميل إذا واش درنا الرابع الممتاز الطريقة الثانية الطريقة الثانية هي طريقة أنه نجد معامل تناسبية لأنه قد يجيك سؤال يقول ما هو معامل تناسبية كي تلقى معامل تناسبية تشوف تلقى كل شيء يعني يعطيك طريق النزول وطريق الصعود اسمه طريق الصعود وطريق النزول واش ندير اذا شوف هنا الطريقه الثانيه الطريقه الثانيه الطريقه الثانيه واش ندير نلقاو معامل تناسبي نبحث اولا عن معامل تناسبي كيف نلقاو معامل تناسبي نقسم هذا على هذا نقوم بقسم الكتان الفوقاني من شكون من واش من واش من العمود المملوء او خانه العمود المملوء شكون خانه العمود المملوء ها هذه هي شفتوا نجمة معامل تناسبي اسمعني مليح ها نقسم 30 على 60 30 على 60 نقسم التحتاني على الفوقاني وعيد ما تقسمنيش الفوقاني على التحتاني التحتاني على الفوقاني قداش النتيجه تاع بين 60 30 على 60 كيف 2 مش 60 على 30 يا 0.5 ولا يا نص اذا هذا على هذا تعطينا 0.5 هذا يسمى معامل تناسبي تمام كي تلقى معامل تناسبي واش دير تعاود ترجع لهنا تقول واش تقول تقول معناه انه الانتقال من هذا لهذا مثلا لقيت النتيجة 0.5 يعني نص معناه باش تروح من هذا لهذا دونك هنا باش نروح لهذا لهذا واش ندير؟ راح نضرب في معامل تناسبية شكون المعامل التناسبية؟ شوف معايا شوف الاتجاه تاع الأسهم أنه نضرب هنا في 0.5 نضرب في معامل تناسبية في 0.5 نضرب في 0.5 راح تلقى واش؟ تلقى هذا دونك من هنا نضرب واش قال لي الشيخ من هنا واش ندير؟ نقوم بعمل اسم العكس تاع الضرب هو هو القسم من هنا باش نطلع من هنا لهنا راح نقسم على هذا نقسم على 0.5 اش فهم لك كي تلقى معامل تناسبية من الفوق لتحت تضرب في معامل تناسبية باش تلقى تحتاني وباش تطلع من تحت باش تطلع لفوق واش دير؟ تقسم على معامل تناسبية اللي هو شكون؟ 0.5 اروع شاد درك شوف ترى انت اكس تاعك تهوش عليها احنا السؤال تاعنا عوج اكس صح ولا انت لقينا الاكس الطريقه الاولى اش نوع احنا لقينا الاكس اش تبي باش نحيد الطريقه الثانيه نلقاو نفس النتيجه صلي على محمد هاي تبع لك واش راح نديرو راح نكتبو البحث عن اكس بطريقه ثانيه اللي هي معامل التناسبي كي تلقينا معامل التناسبي صفر شوف ترى اكس جا لفوق ولا جا لتحت
جا الفول. دونك انت باش تطلع الفول تستعمل تستعمل السهم هذا الاول ولا تستعمل السهم الثاني؟ السهم. نعم تستعمل السهم الثاني باش تلقى قيمة اكس. تصاولة بون كيفاش نلقاو قيمة اكس؟ انا عندي 10 كيفاش نلقى اكس؟ نحكمو 10 هذو شنو ندير؟ او قال كي تحب تطلع لواحد كي تحب تطلع الفول روح الطريقة الثانية الطريق الثاني وكي تبقى روحوا الطريق الأول صح. نرجع نهضرك نقولوا البحث عن إكس، تبع من بحر البحث عن إكس واش ندير؟ نحكموا نديروا 10 إيه؟ مضروبة في واش؟ قسمة عفوا قسمة واش؟ قسمة 0 ناقص 5 كي نقسم 10 هذا هو إكس 10 قسمة 0 ناقص 5 قد تلقاو؟ 20 شو طلع نفس النتيجة هو؟ إيكل، ليش متعود لنا سي إيكل؟ واش درنا درك هنا ولا؟ عاود لنا ترى واش درنا؟ علاه؟ علاه رحت للطريق رقم 2؟ علاه ما رحتش للطريق رقم 1؟ هاني إيكل زانيك ونشوف فيه راهو ساهل. سي إيكل نشوف فيه عينيك شو ساهل يا أخي. ما كنتش مركز معايا واش قاعد يقول في الطب. عاود لي واش كنقول. علاه اخترت الطريق رقم 2؟ أنا يعني نحوس على إكس. على ما اخترتش الطريق رقم 1؟ اسرع شيء تفضل سي ياسين على اخترنا الطريق رقم 2؟ صحيح بدل نحوسوا على المجهول، المجهول تاعي جا نحو الاعلى، ثم راح نطلع شكون السهم اللي يقول لي اطلع؟ هذا ولا هذا؟ هذا السهم واش قاعد يقول لي؟ قاعد يقول لي اهبط. السهم الثاني واش قاعد يقول لي؟ اطلع هل اكس نحوسوا عليه نحوسوا عليه. انا نسيت البورتابل تاعي في البرينير ايتاج، هل نطلع ولا نهبط؟ انا في تحت صح. وكي نكون نسيت البورتابل تاعي تحت، انا مثلا الدوزيام وراني نسيت البورتابل تاعي في البرينير ايتاج، شنو ندير؟ نطلع ولا نهبط؟ لازم نهبط. درك انت اكس تاعك هذا جا لفوق، هاك جا لفوق ياكل. دونك شكون السهم اللي راح ننزل السهم اللي يهبط ولا السهم ولا ننتقل الطريق تاع السهم اللي يطلع؟ السهم اللي يهبط. كون تقول نستعملوا هذا كذا هدي مرة الاكس هو مجهول ما عندكش. تمام؟ وضع ولا نروحوا هذا كيما نحوسوا على ايكراك نفس الطريقة إلا أنه ايكراك جا لتحت. تبعوا أولاد والله راني قاعد نشرح لكم واش يجيكم في الفرق. احنا مع بعضنا احنا مع بعضنا كون ما يجيكمش التمرين هذا الأستاذ احنا شفوا عليه الفيديو مسجل. تقول لي استاذ والله رجعنا هو بعد هذا هو الفرق تاعك كي الشيخ الفرق تاعي واش ندير؟ نذهب لعيني نتبع مع الشيخ هيك نخدم هيك نخدم. كنت تقول لي استاذ استاذ شكون هي الطريقه البسيطه الطريقه الاولى ولا الثانيه؟ هي الطريقه الاولى افضل الطريقة الممتازة. شكون يجيني السؤال يقول لي اوجد معامل تناسبيه نخدمو بالطريقه هذه. هل اعيد هل معامل التناسبيه نقسم الفوقاني على التحتاني ولا التحتاني على الفوقاني؟ دائما تقسم التحتاني على الفوقاني دائما هذا هو معامل التناسبيه. هلا نشوف الطريقه الاولى نحوس صدرك على ايكغيك ها تبعوا نستخدم الطريقه الاولى البسيطه البحث عن ايكغيك ها روح ها راح نكتب لك هنا البحث عن نقطتين إيكغيك. نديرو الطريقة الأولى بهلالة، هاك ماكش مركز معايا. راني نشوفك السبورة، السبورة تاعي هاذيك أي مراية. أنت تقول الشيخ هاو يكتب، راني نشوفك السبورة نشوف. أنت كيفاه مدينا لكم نصائح، مدينا لكم الآخر تبع معايا، مازلت ندور لقى الطلبة ما تبصير ريسان. سبحان الله، يخدم العينين عينك معايا. ما ينهبش واحد يهبط عين. الطريقة الأولى. واش قال لي استاذ؟ نحوس على ايكراك وراح ايكراك اه مع واش نخدمو؟ هنا في قدر واحد يقول لي استاذ يخلق لنا اكس 20 استاذ نعوضو اكس ب 20 ونخدم بين هذا وبين هذا. هي الطريقه تاعك صحيحه لكن قد يكون هناك خطا في اكس قد انت غلطت في اكس اه تسمى راح حتى ايكراك. ماذا بيا تبازي على المعلومات تاع الاستاذ يبداو شكون المعطيات تاع تاني الاستاذ؟ عطاني 60 و انا نظام البلدي الفوق او 60 وتحت 30 بصح انا كون عوض اكس ب 20 هي ساعه بصح قد نكون انا غلطت انا في اكس اذا كنت تغلط في اكس واش يصرى ديك راح. دونك انا نبازي على المعلومات تاع الشيخ تاعي نخدم بين هذا وبين هذا
نخدم الربع المتناسب. هاو كيما نخدم الربع المتناسب نقول لدين كيما قال لي الشيخنا 60 على 30 هذا الخط هذا هو خط كسر يساوي 100 على كذا. هذا إذا بغيت تجيب له الأصل تاعها الأصل تاع كذا جاب بعد ترجع ستوب تقول ومنه ومنه نقطتين نقولوا إيكراك وش يساوي؟ قال لي الشيخ نخدم ديريكتومون ها إيكراك يساوي جداء العددين المتقابلين قطرين معلومين 100 في 30 100 في 30 100 في 30 قسمة القيمة التي تقابل بجلتي قطرين قطرين على ستوب. شكون ما فهمش أجل شكون ما فهمش شوفوا لي في المربع ها مربع الحوس على هذا نقولوا هذا شو يسوي؟ جداء العددين معلومين قطرين يعني 100 في 30 قسم القيمة التي تقابل بجلتي قطرين قسم 30 ها الطلب الذكي اختزل الصفر هذا ما الصفر هذا 100 في 3 300 300 قسمة 6 ما استعملش خلاص الآلة حاسبة 300 قسمة 6 30 قسمة 6 5 شوف 30 قسمة 6 5 ونهبط الصفر دونك النتيجة واش تعطينا؟ 50 اشفى باللي إيكراك 50 اشفى عليها باش كي نخدموا بالطريقة الثانية تلقى حتى هي 50 إذا حتى قال لي الشيخ دائما كي تلقى النتيجة حطها في إيكراك شكون اللي ما فهمش شكون؟ ها هو الفرق تاعي هذا هو الفرق تاعي صلي على محمد روحوا للطريقة الثانية أو قادر يقول لك سؤال يقول لك أوجد الربع المتناسب دونك روحوا للطريقة الثانية نضرب فيها على الصفرين بحاجة لواحد إذا طلب عليا الربع المتناسب هاني عفوا نجبد معامل تناسبية إذا طلب عليا معامل تناسبية معامل تناسبية هاني نجاوب عليه ومن بعد في نفس الوقت نلقى إيكر ها الطريقة الثانية حساب إيكر إذا نقولوا الطريقة الثانية الدوزيام ميتون إذا أول حاجة واش نديرو نبحث عن معامل التناسبية نبحث عن معامل التناسبية صح ولا لا؟ نحوس على معامل التناسبية كان ولا ما كانش؟ تدي وسام كاين بغيت نشوف فيك ماذا درنا مراجعة للطلبة اللي ما حضروش كاين خير لها بصح الطلبة الآخرين اللي حضروا ها قلت لكم وصيتكم قلت لكم كي تلقاو تحوس ولا يكسب لقيتوا معامل التناسبية هل تبدل معامل التناسبية وجيبوا اسكو غيرت الجد ولا مازال في نفس الجد؟ أنا نزيد نحوس على معامل التناسبية دونك نستخدم واش نستغل واش نستغل المعلومات السابقة اللي مكتوبة في الجدول هاي 0.5 منها اهبط 0.5 اضرب ومنها واش لقيت تطلع اقسم صح ولا لا دونك هل نعاود المعامل التناسبية لا هاني درت لكم بياج ورحتوا بها ما نعاودش المعامل التناسبية المعامل التناسبية ما يتغيرش في جدول في نفس الجدول واش نديرو درك نطبقوا ونستغلوا المعامل التناسبية الاصلي هنا لقينا بلي قلنا قال لي الشيخ منا من فوق باش تحب تلقى حاجه لفوق واش دير؟ راح نقسم وكي نحب نلقى حاجه تحت واش ندير؟ نروح الطريق هذا راح نضرب دونك ايكراك جا لتحت ولا جا لفوق؟ شكون الطريق اللي قاعد تقول لك اه؟ راح نقول له ايكراك مباشره وش يسوي؟ ايكراك شو يسوي؟ دونك هنا راح نقول له يسوي 100 ايه؟ في هاك احتار تا ولدي ها في 0.5 صايب؟ إيكراك يوسف 100 في 0.5 وزيد الفاصلة بالرقمين وزيد بالرقم تعطينا 5 رقم واحد آخر تعطينا 50 شوف ترى نفس النتيجة ولا نفس هاي نفس لقينا إيكراك يساوي 5 إذا الطلبة اللي قالوا لي يا أستاذ اللي قاعد يتبوا معايا قاعد يتبوا حاكمين يمشوا في الغلط راهم مش ما عندهمش الدقة قلنا في كي نحوسوا المعامل التناسبية تحوس عليه فرد مرة وكي تشك الجدول الطريقة تاعك هذه الأستاذ تاعك ويفهمك يفهمك بلي لقيت معامل التناسبية ويفهمك واش قاعد دير يفهمك من جبت 0.5 بلي استغليت واش استغليت الجدول تاع نزول راك تحوس على حاجة تحت فهمين
مليح. هذا فيما يخص عاده التناسل، عاده التناسل. بقات حاجه، السؤال الاول عاده اللي يجيني الاول في التمرين، يقول لي هذا الجدول يمثل جدول تناسبي. تكلمنا عليه، يعطيك جدول معمر كلش معمر، يقول لك هذا الجدول يمثل جدول تناسبي. يقول لك لاحظ الجدول هذا، أعطيك فيه مثلا أربعة أعمدة وجوج أسطح، واش يكتب لك هنا؟ مثال يكتب لك مثلا هنا اثنين، مثلا هنا ستة، هنا ثلاثة، تسعة، مثلا هنا أربعة، 12، مثلا هنا خمسة، 15. السؤال يجي يقول لنا هل هذا الجدول أو هل الجدول يمثل جدول تناسبي؟ على بستي هذا الجدول يمثل جدول تناسبي. هنا باش نجاوب لا نستطيع أن أجيب بنعم أو لا، هكذا واش نقول نعم أو لا، لازم كاينه خدمة نديروها، كاينه حاجة لازم نديروها. واش نديرو هنا الحل؟ واش دير؟ لازم تحسب معامل تناسبي، لازم يكون معامل التناسب تاعك شبيه كونستون ثابت، لازم تلقى نفس القيمة تلك القيمة الثابتة. واش دير؟ رجع تقول نحسب ستة، تقولنا نقسمو تحتاني على فوقاني، ستة على اثنين شو يساوي؟ ثلاثة. يساوي واش؟ تسعة على ثلاثة، ويساوي واش؟ أربعة على 12، 12 على 4، 12 على 4، 15 على 5، ويساوي كم؟ ثلاثة. مادام قسمنا تحتاني على فوقاني في كل عمود نلقاه اللي يساوي مقدار ثابت اللي هو ثلاثة، معنى هذا غلط؟ ولا طريقة أخرى، خدم بطريقة واحدة أخرى، تسمى باش تتأكد مليح، تخدم هذا على هذا، ستة على اثنين، تلقاها ثلاثة، وتحسب تسعة على ثلاثة، تلقاها ثلاثة، وتحسب 12 على أربعة، تلقاها ثلاثة، وزيد تحكم تحسب 15 على خمسة، تلقاها ثلاثة. هذيك الساعة واش تقول؟ مادام تقول أي أن تخرج التناسبية تاعك، معناها الكورسور تاعك كله متساوي، معناها ستة على اثنين يساوي 9 على 3 يساوي 12 على 4 ويساوي 15 على 5 ويساوي 3. أي أن الجدول هو جدول يمثل جدول تناسب. ماذا يمثل عدد 3؟ هو معامل التناسب. هذا شو يسمى؟ هو يسمى بمعامل التناسب. هذا ما كان، هذا هو كيفاش تعرف بلي الجدول تاعك اسكو هو يمثل جدول تناسبي. شوف ولاد اسئله بسيطه بزاف، الطلبه هم يعرفوها، يعرفوا يجاوبوا عليها، بس ما يعرفوش الاجابه على السؤال. هذا ما كاينش منكم اللي يعرفش يقسم هذا على هذا وهذا على هذا. بصح كيجيني السؤال هل هذا الجدول يمثل جدول تناسبي، هل تروح انت تقسم القيمه التحتانيه على القيمه الفوقانيه في كل مره؟ ولازم تساويهم بلي تقول كل يساوي نفس المقدار اللي هو يساوي ثلاثة. إذا كان قلت عرفت كيف تخدم الطريقة هذه بالمنهجية هذه مبروك عليك، راك جاوبت على السؤال ماذا هل هذا الجدول اللي يمثل جدول تناسبية ولا لا؟ سهل ولا صعيبة؟ سهل. دونك نقسم التحتاني على، ولاحظوا الديم نقسم التحتاني على، لأنه العين يخدع يا جماعة. علاش؟ منين نضطر ثاني نشوف القيمة الفوقانية التحتانية وش يجي؟ القيمة الحاجة الغريبة تقول لك إيه نقسم الفوقاني على التحتاني، يعني المنطق يقول لك هو لا هي العكس، نقسم التحتاني على الفوقاني. فهمي ولا واضح ولا مش واضح؟ واضح ولا؟ نعم. رجعوا البلاد، التمرين اللي قلت لكم احتمال راح يجيكم في الفرض، التمرين رشحته بزاف في الفرض اللي هو التمرين تاع الكراريس هذاك والاقلام، شفت عليه ولا؟ مد عليا تشوف التمرين، مد عليا حافظي تاع الاقلام والكراريس. تاع القلم هو اكس. شو قلت؟
هذا تمرين مرشح للفرد الدم. قبل ما نروحوا المقياس الرسمي، القيمة على الوثيقة والقيمة على الحقيقة، والقيمة على الخريطة والقيمة على الحقيقة ومقياس الرسمي. ايش فيكم قلنا؟ المسدد كي نعطيه لكم بعد القانون تاعو، ايش قلنا؟ سعر القلم هو اكس دينار جزائري. قال لك سعر القلم هو اكس دينار جزائري، ما عطاكش السعر تاع القلم، قالوا لك هو اكس. قداش تاخذ فرنك 2000 سماه اكس. ايوا. وسعر الكراس يزيد عن ثمن القلم. وسعر كراس يزيد عن ثمن القلم. عن ثمن القلم ب 25 دينار جزائري. هل عطانا السعر تاع الكراس؟ ما عطاكش. قال لك هو يزيد عن ثمن القلم 25. يزيد هذا مش يزيد زرنا، عندي واحد صار اسمه يزيد، خاطر يزيد زرنا. ايوا. وسعر الكراس يزيد عن ثمن القلم ب 25 دينار جزائري. ايوا. السؤال هو عبر عن ثمن 6 اقلام واربع كراريس. عبر، هو السؤال. 3 عبر عن ثمن 6 أقلام. عن ثمن 6 أقلام. ماذا؟ 6 أقلام هي؟ 4 كراريس. وأربعة كراريس. بدلالة إكس. بدلالة إكس. إكس. هذا السؤال يقراه الطلبة كي يجيهم في الفرق، الطلبة كله قال لي واش تبغى خويا هنا نحلو. واش تبغى ما فهمنا فيها والو. ما عطاناش السعر تاع القلم، ما عطاناش السعر تاع الكراس، ما فهمناش واش. ما فهمناش واش تقول. هنا التلميذ لازم يثبت روحه مليح. نقرا السؤال. سعر القلم هو اكس، نعتبروا بلي اكس بعد. وسعر الكراس يزيد عن ثمن القلم ب 25 دينار جزائري. واش معناها؟ يعني سعر الكراس هل هو غالي على سعر القلم ولا اقل منه ثمن؟ غالي عليه، علاه؟ يزيد عليه بقداش؟ ب 25. قلنا عبر عن ثمن القلم، عبر عن ثمن تاع القلم، عن ثمن 6 اقلام. برك هنا التلميذ وين يدوخ؟ يقول كيفاش ثمن 6 اقلام؟ منين جاب ثمن الاقلام؟ هاو قال لك ثمن القلم هو قداش؟ اكس. اذا كان ثمن القلم هو اكس، ثمن 6 اقلام واش معناه؟ قداش؟ هو 6 اكس. ايه واربعة كراريس. منين جاب ثمن اربع كراريس؟ هاو اتهمنا باللي قبيلت بلي واش؟ بلي ثمن الكراس واحد يزيد عن ثمن ماذا؟ الماذا؟ القلم ب 25، 24. 24 الحل. واش رايكم الولاد هنا؟ واش رايكم كون نديروا واحد الحاجه بسيطه؟ نعاودكم نجملوا الامور. احنا قلنا ثمن القلم كم؟ ثمن القلم هو اكس. صح ولا؟ شكون يقول لي ثمن الكراس واحد؟ ثمن الكراس هو نقطتين. اقرا واش مكتوب. سعر الكراس يزيد عن ثمن القلم اللي هو قداش؟ اللي هو قلنا عليه اكس. قداش؟ 25. دونك ثمن القلم واش راح يكون؟ سمعني مليح، ثمن القلم واش راح يكون؟ هو ثمن القلم الكراسة هو ثمن القلم زائد ماذا؟ زائد 25. هذا هو الولاد الثمن تاع الكراسة واحد. عاود يا أستاذ ما فهمتش. ثمن القلم هو إكس. ثمن الكراسة واحد، واحد برك قداش؟ هو إكس زائد 25. شكون ما فهمش علاه قلنا إكس زائد 25؟ أقرأ شو مكتوب هذا. يزيد عن ثمن القلم ب 25، هاي مكتوبة. نعطيك مثال. أنت مديتلك مثلا مديتلك قطعة نقدية، وزميلك مديتلك قطعة نقدية تزيد عليك ب 2000 فرنك. صحيح؟ درك نفرضوا بلي الثمن اللي مديتلك أنت هو إكس، القطعة النقدية تاعك هي إكس. زميلك قداش قداش مدلها؟ إكس زائد إكس زائد 2000 فرنك، حنا اللي قلت لها مثلا تزيد عليك ب 2000 فرنك. دونك الشيء اللي مديتو لها هو اكس، والشيء اللي مديتو لزميلتها واش هو؟ هو الشيء اللي مديتو الاولى زايد 2000. دونك هو قال لك ثمن القلم هو اكس، ثمن الكراس واش هو؟ اكتبوا كتابك بقرا واش هو؟ يزيد، اش معناها معناها زايد؟ قداش؟ عن ثمن القلم اللي هو اكس، قداش يزيد؟ 25. سهله ولا صعيبه؟ سهله. سهله مليح. قال لك عبر عن ثمن 6 اقلام واربع كراريس. 6 اقلام واربع كراريس. سهله واش نديرو؟ قلناش 10 واش نقولو؟ نقولو ثمن 6 اقلام 6 اكس بالعكس واربع كراريس.
هو نقطتين ست اقلام قديش ساعة القلم؟ 6 اكس هو اكس ست اقلام على 6 اكس شكون ما فهمهاش هذه ست اقلام كل قلم اكس ست اقلام تسمى قداش؟ 6 عاودوا لي كل قلم اكس ست اقلام قداش؟ 6 كون قال لي 5 اقلام شنو يكتب؟ 5 كون قال لي 10 اقلام 10 اكس هذه ساهله هي واربع كراريس زائد 4 كراريس تضرب 6 اكس زائد 100 لا هو ثم الكراس واحد هو اكس زائد 25 تسمى مثلا 4 كراريس معناها هو 4 زائد 6 قوس نرجعوا لشي 6 عمليات اكس زائد 25 اكس زائد 25 خلينا نديروها هنا في بلاصة اكس نديروها باللون الاحمر شنو دونك هذا الاحمر هذا واش يمثل؟ الناس واش هو السعر القلم الواحد كيف كيف انا اللي بان في قوسي واش يمثل؟ السعر الكراس الواحد ما فهمتش اجمع دونك انا السعر القلم الواحد ضربناه في ستة بس على واش قلنا؟ اقرا واش مكتوب هنا عبر عن ثمن ماذا؟ ستة اقلام هاي ستة اقلام شنو هؤلاء؟ وأربعة كراريس هاي أربعة شنو أربعة هذه؟ هاي مكتوبة باللون الأزرق هاي أربعة أربعة كراريس فهمين؟ فهمين مليح نقوم بعملية التوزيع كيف درنا التوزيع؟ كا في أ زائد بي هي كا أ زائد كا بي نوزعوا أو قال لك عبر عليها بدالة إكس نكتبوها على أبسط شكل ممكن با 6 إكس هذه طاف كنا هي 6 إكس زائد نصف نوزع 4 في إكس 4 إكس 4 في 25 زائد 100 4 إكس زائد 100 فهمتي النتيجة قبلت 4 إكس زائد 100 ولا قلتي 100 قلت 100 6 إكس زائد 4 إكس واش تعطينا 10 إكس يساوي 10 إكس زائد 100 بالطريقة هذه جاوبنا على السؤال عبرنا على ثمن ست اقلام واربع كراريس بدلاله اكس ما معنى كلمه بدلاله اكس يعني تلقى النتيجه الخلطه هذه فيها اكس يقول لك فريت اومليت شنو معنى فريت اومليت يعني قليلي الفريت يعني هي البطاطا بيزومليت بالعظام كما هو فهمت اكتب لي النتيجه هذه بدلاله اكس معنى النتيجه هذه فيها داخل فيها اكس هذه اسمها كلمه بدلاله اكس بزاف يقول لك شي ما فهمنيش شويه شنو هي كلمه بدلاله اكس يعني النتيجه حتلقاها فيها الداخل اكس تميولا زيد شو نقول ما هو سعر القلم الواحد اذا علمت ان ثمن شرائه بالاقلام والكراريس هو 200 دينار جزائري هذا هو المعادله مش كذا هو وش اسمه لقينا سعر اربع ست اقلام واربع كاريس قال كذا كان سعر ست اقلام واربع كاريس قد الثمن تاعها 200 دينار 200 دينار كان 20 20 انا الثمن تاع الكراس زايد على الثمن تاع القلم ب 2500 25 دينار جزائري معناها نقصدوا بها 2500 اذا هنا سعر او ثمن سعر هذيك المجموعه اللي قالها لنا اربع اقلام او ست كراريس او ست كراريس ست اقلام واربع كراريس قداش قلنا 200 دينار جزائري يعني 20 دونك شنو يكون اي 10 اكس زائد 100 تساوي 200 شو ترى في المعادله هذه؟ اسكو نجمو نلقاو اكس ولا كي نلقاو اكس ماذا يمثل اكس؟ هو سعر القلم الواحد بون نديرو مجال في طرف مع في طرف 100 كي نقراها واش ترجع ناقص 100 فنحل المعادله مجال في طرف ومع في طرف 100 كي تدور ترجع ناقص 100 مد المعاكس تاعها غنقناها 200 ناقص 100 10 اكس تساوي 100 واش يساوي اكس؟ شوف انا نقرا 10 طرف اخر هل نقسم ولا نديرو نقص؟ نقص 10 اكس تساوي 100 معنى اكس تساوي 100 على 10 معنى السعر القلم الواحد هو 10 دينار جزائري معنى الفرنك اذا كان القلم بالفرنك الكراس قداش؟ زايد عليه 2500 3500 علاش؟ لان ثمن الكراس يزيد عن ثمن القلم ب 25 يعني 2500 اذا اكس واش يساوي؟ 100 قسم 10 واش يساوي؟ 10 يساوي 10 اذا واش نقول هنا؟ ثمن القلم الواحد هو 10
10 دينار جزائري ثمين فيكون ماذا؟ سعر الكراس الواحد هو 10 زائد واش 25 يوم قداش؟ 25 زدنا لها قداش؟ 25 علاش؟ لأن ثمن القلم الكراس يزيد عن ثمن القلم 25 تسمى زدنا 25 قداش لقينا الثمن تاع الكراس هو 35 دينار جزائري ولا لا؟ كي تلقى الإكس مباشرة راك تنجم تلقى إيكغيك بشي هو ثمن الكراس الواحد قلنا يزيد على ثمن القلم ب 25 دينار جزائري فهم الماد ولا؟ نردو بالك نوع من المسائل كيما هذو أوقات ويجيكم الختيمة ما تقولش ما فهمتش لازم تكون عندك النهجية لازم كيف تعرف كيفاش تمشي كيف تفرض كيفاش تدير وكون تقول لي أستاذ شو هو الفخ اللي موجود هنا في الفرض راح يقول لك هناك فخ بسيط ماشي وش هو؟ أنه الفكرة تاع واش؟ أنه هذاك مثلا يزيد كون قال لي ينقص حنا قلنا يزيد زدنا فهمين؟ الكرة القلم هذا ستيبن هذا ماذا نرمزه برمزه هذا قلب نرمزه برمز اكس وهذا الكراس هو اكس زائد 25 علاش لانه قلنا ثمن الكراس هو اكس وهذا قلب ثمن الكراس يزيد عن ثمن القلم 25 كون قلت لي مثلا ثمن الكراس مثال هذا الكراسة الثمن تاعو هو اكس وقال لي الثمن تاع القلم ينقص عن ثمن الكراسة 25 في درجة زائد شو يقول لي كيفاش نعبر عن المجموع تاعهم بدالة اكس ثمن القلم ينقص عن ثمن الكراس 25 حنا فرضنا بلي الثمن تاع الكراس هو اكس شكون يقول لي نعم احسنت هابيضي هو اكس ناقص 25 علاه انتم ما عندكمش روماركيتكم ما عندكمش الترجمه اللغويه من اللغويه من اللغه الى الرياضيه اذا قال لي يزيد نديرو زائد واذا كان قال لي ينقص نديرو ناقص حنا فرضنا بلي الثمن تاع الكراس هو اكس والقلم ينقص على هذا ب 25 تسمى كدا الثمن تاع الكراس تاع القلم كيفاش هو اكس هو ثمن الكراس ناقص 25 نلقى الثمن تاع القلم دونك اللي تقدر الاستاذ الفرض مثلا يبدل لك الصيغه تاع التمرين ما يقولكش يزيد يقول لك ينقص يعقل روحه هو يقول لي يزيد يقول لي ينقص انا كطالب لازم نعرف كيفاش نمشي قال لي يزيد نديرو اكس زائد 25 قال لي ينقص نديرو اكس ناقص 25 شكون ما فهمش شيء كلمة يزيد نديرو زائد كلمة ينقص نديرو ناقص عادي جدا ماهيش صعيبة تمين واضح ولا واضح نكتفي بهذا القدر سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دعواتكم لوزير